شو السبب؟ الله. والآية الثانية ربكم. الله تكون للمبتدئ، المبتدئ باسم الله، الله. فلا تظن أنك ذكرت الله ما لم يكن اسم الله في سرك. إذا لم يسري في السر لا تزال بدون ذكر، ما ذكرت حتى يسري سر اسم الله في سرك. فإذا سرى اسم الله في السر عندها بدأ ذكرك. الله أعلم بما في نفوسكم، فنفوسكم صارت مع الله فالله أعلم بها. أما إذا ارتقى إلى الحضور مع الله وإلى القرب إلى الله فصار ذكره ذكر الهيبة والجلال. وذكر الهيبة والجلال أخبره ربكم أعلم بما في نفوسكم. وذكرت لكم كلمة الرب دائما إذا أثرت في القرآن تأتي بمعنى الجلال والتعظيم والهيبة. فلما ملئ قلبه باسم الله جلالا وعظمة ناداه ربكم. ربكم، عظمة الله، أعلم بما في نفوسكم. فمعنى ذلك أنه لا يغيب من ذرة في الكون إلا وعلم الله بها. مهما كانت الذرة فعلم الله قائم بها.